وللمزيد من التحليل إذا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمد أبو سمرة القيادي والمفكر الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال. دكتور محمد، بعد التحية دعنا نبدأ بالتوقف عند تصريحات جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض عندما تحدث بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية بدون حماية المدنيين هي أمر لن يحظى بدعم الرئيس جو بايدن. السؤال، هل إسرائيل الآن محتاجة لهذا الدعم أم لا؟ وهل تم التوصل أيضا إلى كيفية حماية المدنيين إن حدث هذا الاجتياح؟ يعني المشكلة الكبرى أن الولايات المتحدة يعني للأسف الشديد هي شريك كامل في العدوان على شعبنا، أو لنقل يعني أن العدوان بحد ذاته بشكل كامل هو أصلا عدوان أمريكي تنفذه، يعني دولة الكيان الصهيوني ينفذ جيش الإجرام الصهيوني. الولايات المتحدة تعطي الشرعية للعدوان وتقدم له كل ما يحتاجه من دعم سياسي، كل ما يحتاجه من غطاء سياسي وغطاء طبعا حقوقي ودولي، وتمنحه الشرعية وتقدم له كل ما يحتاجه من سلاح وعتاد وأيضا معلومات استخباراتية وغير ذلك. وليس خافيا أن القوات الأمريكية أساسا يعني مجموعات كبيرة من القوات الأمريكية تصل إلى عدة آلاف من القوات النخبة الأمريكية موجودة في قطاع غزة، وأن طائرات الاستطلاع الأمريكية تحلق على مدار الساعة في أجواء القطاع، وأن يعني لولا الدعم الأمريكي للعدو الصهيوني وللمجرم الأكبر هتلر بعصر بنيامين. طيب، طائرات الاستطلاع الأمريكية تحلق فوق القطاع، ما الذي تقوم به هذه الطائرات من استطلاع؟ يعني ما النتائج التي تتوصل إليها؟ تقدم لجيش العدو كل المعلومات اللازمة والمهمة والاستراتيجية من أجل مواصلة حربه الإجرامية الوحشية ضد شعبنا، حرب الإبادة وتطهير العرق. نعم. يعني كما هل هذه هي الحجة المعلنة بالفعل أم ربما يكون هناك حجج أخرى أنها تريد فقط معرفة ما يدور؟ لم أفهم سؤالك. يعني عندما تقوم طائرات الاستطلاع الأمريكية بالتحليق فوق قطاع غزة، هل الحجة المعلنة هي بالفعل حتى تقوم بإفادة قوات الاحتلال بما يحدث على الأرض، أم حتى تطمئن على المدنيين كما دائما ما يجيء في التصريحات الأمريكية؟ الولايات المتحدة هي الكاذب الأكبر وهي أيضا المجرم الأكبر، يعني لا يهم لا مدنيين ولا غير مدنيين. يعني دعيني أتحدث عن التراجيديا السوداء يعني التي تحدث في قطاع غزة، أن شعبنا الفلسطيني الذبيح الشهيد المنكوب المظلوم المحاصر الذي يقتل جوعا ويقتل قصفا وتدميرا، أولا يقتل بالطائرات الأمريكية ويقتل بالسلاح الأمريكي وبأحدث ما أنتجته فرسانة السلاح الأمريكي، بينما يعني تقوم بعض الطائرات يعني بإلقاء فتات الفتات من الطعام في بعض المناطق. يعني أمريكا تقتلنا بالصواريخ عبر إسرائيل ويعني أيضا عبر قواتها الموجودة كما قلت على الأرض، تدمر قطاع غزة بالصواريخ الأمريكية بأحدث ما أنتجت الصواريخ الأمريكية، مصانع السلاح الأمريكي، بالقنابل الذكية الأمريكية، بالاستخبارات الأمريكية، بالتغطية اللوجستية الأمريكية لجيش العدو، بينما كما قلت يعني تتباكى على المدنيين الفلسطينيين من خلال إلقاء فتات الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني القطاع قطاع غزة بمجمله وتحديدا مدينة غزة وشمال القطاع يعاني من مجاعة حقيقية بكل ما تعني الكلمة من معنى، بل يعني وصلنا إلى أسوأ يعني حالات التراجيديا السوداء، عندما يعني الطائرات الأمريكية التي تلقي بعض كما قلت فتات الفتات في منطقة شمال القطاع، أن المظلات التي تحمل تلك الصناديق التي تلقيها الطائرات بعضها كان يتعطل وسقطت فوق رؤوس المدنيين، وهناك شهداء من تلك الصناديق التي تعطلت مظلاتها، وربما يعني أذهب إلى يعني سوء نية يعني لفهم سوء نية مسبقة لدى الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية لأقول أن تلك الصناديق ربما تكون قد عطلت مظلاتها عمدا. الولايات المتحدة ليست فقط شريك كامل في العدوان الإسرائيلي الصهيوني الإجرامي النازي وحرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصل ضد شعبنا، بل كما قلت في بداية حديثي وأكرر دوما في حديثي أن ما يحدث في قطاع غزة عبارة عن حرب أمريكية تنفذها دولة الكيان الصهيوني المجرم. نحن نباد
إبادة تامة كشعب فلسطيني على أيدي الولايات المتحدة عبر ربيبتها وعبر ذراعها وعبر يعني لسان حربتها الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة تستطيع أن توقف العدوان بكلمة واحدة، بكلمة واحدة يصدرها الرئيس جو بايدن لهتلر العصر المجرم الأكبر بنيامين. هو السؤال أيضا دكتور محمد، عندما تجيء هذه التصريحات من قبل البيت الأبيض، وهذه تصريحات متكررة، هذه ليست المرة الأولى، بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لابد أن تكون مصاحب لها حماية المدنيين. السؤال، ألم يكن هناك أي تفسير لمثل هذه الجملة التي كررت كثيرا؟ كيف سيتم حماية المدنيين في ظل أنه ربما تكون هناك عملية؟ يعني هم هذه التصريحات للاستهلاك المحلي أو للاستهلاك الإعلامي أو للاستهلاك السياسي، حتى يعني لا تتعرض الولايات المتحدة ويتعرض الكيان الصهيوني للمحاكمة الدولية لاشتراك ورعاية الولايات المتحدة في حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا. يعني هي تريد أن تقول فيما لو أن يعني أحد طلب أن يتوجه إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية، أنني عندما سمحت للكيان الصهيوني باجتياح مثل رفح أو بقصف مناطق في القطاع بالسلاح الأمريكي والطائرات الأمريكية، أنا حذرته وطلبت منه أن ألا يستهدف المدنيين، وبالتالي إذا ما استهدف المدنيين أو أصاب المدنيين فلست أنا المسؤول، وأنا أخلي مسؤوليتي القانونية حسب معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحسب طبعا مواثيق الأمم المتحدة، أنني قد حذرت الجيش الإسرائيلي من المساس بالمدنيين. بينما دعيني أنا أتساءل معك ومع المشاهدين الأعزاء، من الذي يقتل في قطاع غزة؟ هم المدنيون، لا يوجد في قطاع غزة سوى المدنيين. يعني كل شهداء شعبنا، نحن الآن في الشهر السادس على التوالي للحرب الإجرامية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وصل عدد الشهداء أكثر من 70,000 شهيد وأكثر من 100,000 جريح، وألقي على قطاع غزة أكثر من 100,000 طن من المتفجرات، بمعنى أكثر من 6 أو 7 قنابل ذرية ونووية التي ألقيت على هيروشيما ونجساكي في اليابان، وبالتالي وكل هذا بالسلاح الأمريكي، وكل هذا بالمعلومات الاستخبارية الأمريكية وبالطائرات الأمريكية وبالتغطية اللوجستية الأمريكية، وأيضا يعني من الذي أحبط في مجلس الأمن كل مشاريع القرارات التي تقدمت بها المجموعة العربية أو غيرها من هو الدولة. وحضرتك بتقول أن الموجود في قطاع غزة هم المدنيون، دعنا أيضا نزيد على ما تذكره حضرتك، وهذا أيضا من ضمن التصريحات الخاصة بوكالة الأونروا، أن هناك عدد كبير جدا من الأطفال تم استشهادهم نتيجة لهذه العمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال، وأن من تم استشهادهم هو يعادل ما تم استشهاده على مدى 4 أعوام في النزاعات العالمية المختلفة، وأن هذه حرب ضد الأطفال. الأطفال تحديدا هم دائما لهم في الأذهان ولهم في القوانين حماية خاصة، لكن ما يحدث بقطاع غزة هو بعيد عن هذه الحماية. الحقيقة يعني تحدث المفوض العام للأونروا في اجتماع الجمعية العامة أمس أو الأمس، وفضح يعني الأهداف الحقيقية والخفية أو الأهداف الحقيقية والمعلنة لم تعد خفية للحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية ضد شعبنا، عندما قال في قاعة الأمم المتحدة أن هذه حرب ضد الأطفال. الآن عدد نسبة الشهداء من بين المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء تزيد على 70%، وهي بالفعل حرب ضد الأطفال. الأطفال يقتلون كما قلت بالسلاح الأمريكي، الأطفال يقتلون جوعا بالحصار الأمريكي الصهيوني، الأطفال لا يجدون لا حليب الأطفال أو الحد الأدنى من أدنى احتياجاتهم التي يكفلها القانون الدولي الحق في الحياة. يعني الأطفال يفقدون حياتهم حصارا وقتلا وجوعا وخلقا وتعطيشا وإفقادا ومنعا من الدواء ومنعا من حليب الأطفال. يعني من الذي يحاصر قطاع غزة؟ من الذي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة؟ من الذي يشجع العدو والكيان الصهيوني على الاستمرار في الحرب الإجرامية النازية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا؟ الحقيقة هذه حرب لم يشهد لها التاريخ، ليس على مدى 4 أعوام، على مدى 4 قرون من السنوات، أو على مدى حتى 4,000 من العمر. الستة أشهر الماضية بالنسبة لنا
كفلسطينيين كعرب كمسلمين هي ربما تكون يعني 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 ستة آلاف عام وليست ستة شهور. نحن حتى نحن كفلسطينيين موجودين في الخارج نذبح ونقتل على مدى الساعة من خلال يعني مشاهدتنا ومتابعتنا للأحداث المأساوية في قطاع غزة. يعني كيف يمكن أمريكا التي تدعي رعايتها لحقوق الحقوق الإنسان وهي الكاذب الأكبر، كيف يمكن أن تسمح بإبادة شعب بأكمله على مدى ستة أشهر دون أن تحرك ساكنا ودون أن تسمح لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرارا بوقف العدوان؟ هي التي أحبطت كافة قرارات كافة المشاريع التي قدمت في مجلس الأمن ودائما تستخدم سلاح الفيتو. نحن نباد عن بكرة أبينا، قطاع غزة يذبح من الوريد إلى الوريد، مليونان ونصف مليون فلسطيني يبادوا إبادة كاملة كل لحظة، كل طفل فلسطيني وكل امرأة فلسطينية وكل مدني فلسطيني مهدد بالقتل عمدا. الإعدام الميداني تشاهدونه على شاشة التلفاز، الإعدام الميداني في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية. نعم. طب دكتور محمد، يعني من ضمن الأمور التي يتم تكرارها أن هناك خطوط حمراء من قبل الإدارة الأمريكية وخطوط حمراء أخرى من قبل قوات الاحتلال. الخطوط الحمراء المتعلقة بالإدارة الأمريكية كما هو معلن هو موضوع المدنيين الذين يتم استشهادهم على مرأى ومسمع من الجميع، لكن الإدارة الأمريكية دائما ما تتحدث عنهم أنهم خطوط حمراء. لكن الخطوط الحمراء من قبل الجانب الإسرائيلي هو استهدافها لعدد من الأمور تحديدا، وهذا ما تسعى إليه أو ما تقوم بالإعلان عنه أنها لا تسعى لفكرة الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. وحضرتك مفكر فلسطيني، كيف تقرأ المشهد؟ ما الذي ستتوصل إليه قوات الاحتلال أو ستصل إليه قوات الاحتلال حتى تقول لقد اكتفيت بالفعل؟ أولا عندما يعني تتحدث الإدارة الأمريكية عن خطوط حمراء للعدوان الصهيوني أو أمام العدو الصهيوني أمام جيش الاحتلال، هي الحقيقة وفي الواقع تمنح العدوان الصهيوني الإجرامي وحرب الإبادة والتطهير العرقي تمنحه الشرعية وتعطيه المظلة القانونية الدولية يعني والدعم الكامل لكي يواصل هذه الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المنكوب والمظلوم. أما متى سيقول المجرم الأكبر بنيامين نتنياهو أنني قد انتهيت أو قد ارتويت أو قد شبعت؟ الحقيقة أنه لن يرتوي من الدم الفلسطيني، هو يواصل يعني توغله ووغوله في الدم الفلسطيني، في بحر الدم الفلسطيني في قطاع غزة. كما قلت يعني في بداية حديثي، يعني ارتقى أكثر من 70,000 شهيد حتى اليوم، ويعني ربما يعني يستغرب المشاهد كيف أتحدث عن 70,000 بينما الأرقام الرسمية تتحدث عن قرابة 30,000. الحقيقة أن يعني الآلاف من الشهداء لم يتم تدوين أسماءهم في سجلات وزارة الصحة، والحقيقة المرة الأخرى أن منظومة وزارة الصحة انهارت في قطاع غزة ولم تعد موجودة. وفي هذا السياق نتحدث أيضا عند في مقابل حديث الإدارة الأمريكية عن الخطوط الحمراء أن العدوان أخرج في قطاع غزة معظم مستشفيات القطاع، دمر مستشفى الشفاء، دمر مجمع ناصر، دمر مستشفى أبي يوسف النجار، كما العدوان دمر المستشفى الأندونيسي، فجر ودمر بشكل كامل المستشفى الصداقة التركي المخصص لعلاج السرطانات، دمر مستشفى الدرة المخصص للأطفال، دمر مستشفى الدرة مستشفى رانتيس المخصص للأطفال وغير ذلك. كل المستشفيات في قطاع غزة ما عدا مستشفيين على الأكثر أو ثلاثة مستشفيات تم إخراجها بشكل كامل من الخدمة. دمر مستشفى الهلال الأحمر ومستشفى القدس في قطاع غزة، وأيضا مستشفى الهلال الأحمر مستشفى الأمل في مدينة خان يونس. وبالتالي يعني هذا لم يحدث يعني لم يحدث على مستوى التاريخ، وحتى في كافة الحروب الحديثة أو المعاصرة. أمامنا حرب أوكرانيا على سبيل المثال، يعني وأمامنا غيرها من الحروب التي يشهدها أو شهدها العالم، لم تمثل مستشفيات. المستشفيات في القانون الدولي أثناء الحروب يجب عدم المساس بها، يجب عدم منع دخول الغذاء والدواء للشعوب المحتلة. نحن يعني القطاع الآن يعاد احتلاله إسرائيليا وأمريكيا معا، يعني وبالتالي الحقيقة والواقع عندما يخرج أحد من المسؤولين الأمريكان عندما يقول هناك خطوط حمراء، هي نحن نفهمها كفلسطينيين بعكسها. هم يقولون لنتنياهو لا خطوط حمراء أمامك. يعني دعوني أتساءل، ما هي الخطوط الحمراء التي تضعها الإدارة الأمريكية أمام اجتياح العدو الصهيوني لمدينة رفح، مدينة رفح التي يقطنها الآن مليون ونصف مليون فلسطيني وتكتظ شوارعها إلى درجة أن الناس يعني لا تجد يعني مترا واحدا أو يعني حتى سنتيمتر واحد فارغ
والناس تلتصق الاجساد يعني في شوارع رفح، في الشوارع وفي الاماكن التصاق بشكل غير عادي، لا يوجد مكان واحد فارغ في رفح، وبالتالي اي عمليه عسكريه في رفح سينتج عنها ليس مجزره انما يعني جمله هائله وكبيره من المجازر. يعني هناك يعني عندما يحدث اجتياح لرفح سنتحدث يعني سيكون كل ما حدث على مدى 6 أشهر يعني صفر مقابل ما سيحدث من مأساة كبرى. يعني حينها تتحدثين انت ونتحدث نحن عن مئات الالاف من الشهداء وليس مئات وليس الاف. يعني هناك حرب ستكون يعني هناك عمليات عسكريه ستشهدها رفح، ويتحدث ليل نهار بنيامين نتنياهو، هو يريد إبادة رفح، محو رفح من الخارطة، ويريد أيضا إحداث أكبر قدر ممكن من قوات الاحتلال يعني تتصرف خارج القانون الدولي والإنساني بكل أركان هذه الأمور. دكتور محمد أبو سمرة، خارج كافة المعايير بل أن قوات الاحتلال ومعها الإدارة الأمريكية ومعها كل الصمت الدولي تجاوز كافة الخطوط الحمراء التي عرفتها البشرية على مدى التاريخ. نعم. يعني كيف يمكن أن يصمت العالم أجمع على إبادة شعب هو بالأصل شعب محتل وشعب مستضعف وشعب منكوب وشعب صاحب حق يباد على مرأى ومشهد العالم أجمع، وفي ظل صمت غير عادي وغير مفهوم. طبعا كل التحية لكل الشعوب في أمريكا، يعني في سواء في أوروبا وفي أمريكا وفي معظم دول العالم التي تخرج على مدار الساعة للتضامن مع مظلومية الشعب الفلسطيني ولتنادي بوقف العدوان. وأيضا عبر يعني قناتكم يعني أتوجه بالتحية لروح بوشنر الأمريكي الذي قرر أن يحرق نفسه احتجاجا على المشاركة الأمريكية في حرب الإبادة المنهجية التي يشهدها. والدول العربية ومصر بالتأكيد كان لهم الكثير من المواقف المتعلقة بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكثير من محاولات الوصول إلى حلول، لكن ربما تكمن المشكلة في أن هناك عدد ليس بالقليل من دول العالم الغربي تبقى صامتة عما تقوم به قوات الاحتلال. دكتور محمد أبو سمرة القيادي والمفكر الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.